إذا بالنسبة للتمرين الخاص بالفصل الأول، تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخلية. التمرين كيقول تعتبر مادة لو بي او إحدى المنشطات التي يستعملها الرياضيون المتخصصون في المسافات الطويلة كالماراثون. ولتوضيح كيفية تأثير مادة لو بي او على تحسين أداء أعدائي المسافات الطويلة، نقترح استثمار المعطيات التالية. قالك تتوفر العضلة الهيكلية على نوعين من الألياف العضلية A و B، يختلف عدد كل نوع حسب التخصص الرياضي. تقدم الوثيقة واحد بعض خاصيات الألياف المهيمنة عند كل من أعدائي المسافات الطويلة. الألياف A يعني أعدائي المسافات الطويلة كيتوفر على الألياف A، وأعدائي المسافات القصيرة عندهم الألياف B. وتبرز الوثيقة اثنان دور الإنزيمين العضليين LDH و MDH. إذا عندنا الوثيقة واحد والوثيقة اثنان والوثيقة ثلاثة. ولكن في هذا السؤال نشوف السؤال شنو كيقول. قالك بعد مقارنة خاصيات الألياف العضلية أو بالمهيمنة عند كل من أعدائي المسافة الطويلة وأعدائي المسافة القصيرة، حدد دور كل من الأنزيمين MDH و LDH مبرزا موقع عملهما داخل الخلية. أول حاجة غنشوفو هي الوثيقة رقم واحد اللي كتبين الألياف المهيمنة عند أعدائي المسافة الطويلة. شنو عندنا؟ معدل عدد الشعير الدموية كبير مقارنة بالألياف بي لأنها صغيرة. عدد الميتوكوندريات هنا مرتفع وهنا منخفض. تركيز أنزيم ال دي اش هنا ضعيف وهنايا قوي في الألياف بي. تركيز أنزيم ام دي اش هنا قوي وهنايا ضعيف. الوثيقة اثنان عندنا حمض البيروفيك، بتدخل أنزيم ام دي اش كنحصلو على سي او 2، وكيكون عندنا اختزال ديال 5 ديال النواقل R2 طبيعي الحال تحرير سي او 2. وبتدخل انزيم ال دي اش حمض البيروفيك يعطينا حمض لبني، واكسدت R2 الى R2 هنا هما كاتبين لكم بانها كيقصدوا بها نواقل ان ا دي اش اش بلس او لا اف ا دي اش 2. اذا من خلال الوثيقه واحد الالياف العضليه عند أعدائي المسافات الطويلة كتوفر على عدد كبير من الشعيرات الدموية وعدد كبير من الميتوكوندريات وأنزيم MDH، بينما ألياف الألياف العضلية لأعدائي المسافات القصيرة عندها عدد صغير في الشعيرات الدموية وعدد الميتوكوندريات وتركيز قوي من MDH. إذا شنو كنستنتجو؟ هو أن دور أنزيم MDH يتمثل في تحفيز تفاعلات هدم حمض البيروفيك الذي يعطي CO2 و RH2، وبالتالي فانزيم ام دي اش يعمل على مستوى ماتريس الميتوكوندري لانه كيعطينا سي او 2 كيعطينا ار اش 2. دونك هاد النتيجه هذيك نلقيناها في الماتريس، يعني في ظاهره التفاعلات اللي كتكون في الوسط الهوائي اي الاكسده التنفسيه. بينما انزيم ال دي اش كما تلاحظون كيعطينا الاكسده ديال ار اش 2 الى ار، وكيعطينا حمض لبني. يعني هنا كنهضروا على وسط لا هوائي، اي اننا كنهضروا على تخمر لبني، يعني ان انزيم ال دي اش يتدخل في تفاعلات التخمر. ثم السؤال الثاني يقول لك طبيعة الحال راه قال لك شنو هو موقع عملهما. قلنا بان التفاعلات ديال ام دي اش كتكون في الماتريس الميتوكوندري، حمض يعني انه عندنا من حمض البيروفيك شنو عطانا اذا داخل الماتريس، وال دي اش كتكون في الجبلة الشفافة. السؤال الثاني قال لك استنتج طبيعة التفاعلات المنتجة للطاقة عند أعدائي المسافات الطويلة وعند أعدائي المسافات القصيرة. إذا قلنا بأن الألياف المهيمنة عند أعدائي المسافات الطويلة غنية بالميتوكوندري وبأنزيم ام دي اش اللي قلنا من قبل أنه كيتدخل في الماتريس، وبالتالي فطبيعة التفاعلات المنتجة للطاقة عند هاد العدائين غتكون هي التفاعلات الحيوية أي الأكسدة التنفسية، يعني كنهضرو على ظاهرة التنفس. بينما الالياف بي تفتقر للميتوكوندريات وغنيه بانزيم ال دي اش اللي قلنا كيتدخل في ظاهره التخمر، وبالتالي فان الطبيعه التفاعلات المنتجه للطاقه عند هاد العدائين هي تفاعلات الحي لا هوائيه، اي كنهضروا على التخمر اللبني بالضبط لبني، لان عندنا هنايا كنتيجه حمض لبني. سؤال ثالث قال لك فسر سبب العياء العضلي السريع الذي يمكن ان يسجل عند العدائين المتخصصين في المسافات القصيرة عند محاولتهم إنجاز مسافات طويلة. إذا قلنا أن المسافات القصيرة هما اللي عندهم الألياف بي، طبيعة الحال اللي قلنا أنها كتتميز بتفاعلات لا هوائية يعني تخمر لبني.
إذا نجم تجديد الأتيبي كيستعملوا تفاعلات لا هوائية وبالضبط تخمر لبني، يعني كينتج عليه تراكم الحمض اللبني اللي كيتسبب في التغير ديال البي اش، انخفاض البي اش لأنه حمض البي اش ديال العضلة، وبالتالي انخفاض الاستقلاب العضلي مما يؤدي إلى تعب العضلة. السؤال الرابع، اعتمادا على معطيات الوثيقة 3 وعلى المعطيات السابقة، فسر كيفية تأثير مادة لو بي او على إنجازات عدائي المسافات الطويلة. نشوفوا الوثيقة 3 شنو كتقول. قالك في إطار علاج المرضى المصابين بالكوبات، ينصح الطبيب المختص المريض بتناول مادة غيبافيرين، غير أن هذه المادة تسبب عند المريض أعراضا ثانوية من بينها ظهور مرض فقر الدم ناتج عن نقص في عدد الكريات الحمراء. من أجل تفادي هذا العرض الثانوي يتناول المريض مادة ريبافيرين مصحوبة بمادة لو بي او. إذا العرض اللي كتسببو لنا الأعراض الثانوية اللي كتسببو لنا ريبافيرين هي ظهور فقر الدم، باش نعالجو فقر الدم كيعطيوهم الطبيب زيادة على ريبافيرين مادة ديال لو بي او. إذا شنو نستنتج من هنا؟ أن لو بي او كتدخل في علاج فقر الدم، يعني في زيادة عدد الكريات الحمراء. من هنا نقدر نجاوب على السؤال بأن كيفية تأثير مادة لو بي او على إنجازات أدائي المسافات الطويلة، هو أنها استعمال مادة لو بي او كيزيد لنا في الكريات الحمراء، وبالتالي ملي كنهضر على زيادة الكريات الحمراء يعني زيادة في نقل الأكسجين إلى الألياف وبالتالي إلى الميتوكوندري، ومنه كنستعملو هاد الأكسجين كيتم الاستعمال ديالو في تفاعلات السلسلة التنفسية اللي كنا هو اللي كيكون متقبل نهائي، مما يرفع كميات الأطباء المركبة وبالتالي تحسين الأداء الرياضي للعداء.